السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله هنعرف رقم تليفون سفارة رومانيا في العراق أو رقم السفارة الرومانية في العراق. رقم التليفون هو 00964177828. يبقى تاني، رقم سفارة رومانيا في العراق أو رقم السفارة الرومانية في العراق 00964177828. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.